بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل السلام وأتم التسليم. أعزائي الدارسين والدارسات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع اليوم درس جديد خاص بالأوراكل فورمز، وهو اكتشاف ومعالجة الأخطاء في المشروع. قبل ما أبدأ أتكلم عن الأخطاء ومشاكلها في المشروع، أحب ان احنا نعرف حاجة مهمة جدا، وهي ان مفيش مشروع او تطبيق خالي من المشاكل. اي مبرمج مهما كانت خبرته ومهما كان تمكنه من اللغة، الا ان هو معرض للوقوع في اخطاء داخل المشروع. الا ان اكتر الناس اللي بتقع في الاخطاء ان هي المبرمجين الجداد او المستخدم الجديد للغة. طبعا بتبقى خبرته قليلة جدا في التعرف على المشكلة وكيفية معالجة الخطأ والتحكم فيه. الاخطاء قد يكون المسؤول عن الخطأ المبرمج نفسه، خطأ في كتابة الكود، خطأ في السنتكس بتاع اللغة بتاعته. قد يكون الخطأ بسبب الاوبريتنج سيستم اللي شغال عليه الديفلوبر او الانستريشن بتاع الباكج بتاعتك. قد يكون الخطأ في الداتابيز او في النتورك، حسب الخطأ. وكل ده ان شاء الله مع الخبرة ومع التمرس وكثرة استخدام الكود سوف تتعلم كيفية معالجة واكتشاف هذه الاخطاء. الاخطاء انواع كثيرة، وهنتكلم عن انواع هذه الاخطاء وازاي نقدر نعرف نوع الخطأ. في اخطاء بتبقى في الديزاين تايم، ودي من الاخطاء السهلة وبيسموها الاخطاء الغبية، لان الاخطاء دي الفورمة مش هترن الا ما تقدر تصلح هذه الاخطاء. لازم تصلحها عشان الفورمة تران، والكمبايلر بيقف عند الخطأ وبيقول لك خلي بالك الخطأ اهو وممكن تعالجه بالطريقة الفلانية، وبيبدأ كمان يديك الحلول الممكنة لمعالجة هذا الخطأ. في اخطاء بتبقى في الران تايم، ودي بتتقسم لمجموعة من الفئات. قد تكون اخطاء بسبب عدم وجود عناصر معينة تقوم الفورمة بالاعتماد عليها. هناك خطأ اسمه الخطأ الخبيث او الخطأ الماكر، هو من الاخطاء الصعبة في المشروع. والخطأ ده بيبقى عبارة عن ان الابليكيشن نفسه مش معتبر ان ده خطأ، الا ان النتيجة اللي بتظهر بتدي نتيجة خاطئة رغم ان الكود سليم. فطبعا ده هيبقى ليه طرق ان شاء الله نتعلمها، هتعلم ان شاء الله في الجزء الثاني في الدرس القادم ان شاء الله تعالى. أداة جميلة جدا من الأدوات الموجودة في أوراكل، وهو استخدام الديباجر أو مكتشف أو معالج الأخطاء. هنقدر إن شاء الله نتعلم ونستخدم فيه، رغم إن الأداة دي جميلة جدا وموجودة في معظم اللغات البرمجية الأخرى، إلا إن عدد الناس المستخدمة للديباجر قليلين جدا، هم خاصة المحترفين فقط تقريبا اللي بيستخدموا الديباجر، رغم ان هو من اهم التولز اللي لازم حتى البيجنر نفسه يتعود يستخدمها عشان تسهل له اكتشاف الاخطاء. في اخر الدرس ان شاء الله هنتعلم بعض النقاط اللي هتساعدنا في معالجة واكتشاف وتقليل الاخطاء في المشروع بقدر الامكان. هنتكلم دلوقتي عن بعض الفانكشن والدوال اللي وفرته لنا اوراكل لاكتشاف الاخطاء. لو بصينا في السلايد ده هنلاقي ان احنا ممكن نستخدم متغيرات النظام ودوال النظام في اكتشاف الاخطاء. فاحنا هنستخدم السيستم بيلت ان فانكشنز في اكتشاف الاخطاء. هنلاقي عندنا فورم سكسس وفورم فيلير وفورم فاتل، ودول مجموعة من الدوال اللي احنا ممكن نستخدمهم في اكتشاف الاخطاء الموجودة. احيانا الكود بيتنفذ، وبعد ما يتنفذ بيعتمد عليه باقي اجراءات اخرى او جمل تانية ما بتعتمد عليه، وممكن
العملية تستمر خطأ في خطأ وأنت لا تدري. الحل وفرت لنا أوراكل مجموعة من الدوال، بدوال دي بتسترجع قيمة بوليان true or false عشان تقول لي أنا قدرت النتيجة الإجراءات اللي قبل كده تنفذت ولا. يبقى تستخدم هذه الدوال للتأكد من تنفيذ إجراءات أخرى اللي هي سابقة، يعني قبل ما نكمل الكود بشكل سليم، تأكد ان هي تنفذت فعلا، و لان ممكن الاجراءات ما تنفذ وما تديش يعني مفيش نتيجة تظهر بحدوث خطأ، يعني عدم ظهور اخطاء اثناء التنفيذ، وبالتالي احنا محتاجين نعرف مدى نجاح او فشل تنفيذ الاجراءات السابقة عشان نقدر نكمل الكود. فهنا اليوزر او المبرمج قبل ما بيكمل كوده لازم يتأكد ان الاجراءات اللي قبلها تنفذ. بنستخدم الدوال دي في الران تايم سيشن او اثناء التنفيذ، لان دي مش هتبان الا في وقت التنفيذ فقط. اول حاجة بالنسبة لسواء الفورم ساكسس او الفيلير او الفاتل، هنتكلم عن كل واحدة فيهم بالتفصيل. الفورم ساكسس بنستخدم هذه الدالة داخل الكود اللي هو البي ال اس كيو ال جوه تريجرز لفحص نتائج تنفيذ اجراء معين قبل استكمال تنفيذ باقي الجمل. قبل ما نكمل باقي الجمل لازم نتاكد ان الاجراء اتنفذ او الجمله اللي قبليها اتنفذ لتجنب حدوث مشاكل او اخطاء مستقبليه، حيث انه يفضل احيانا فحص تحقيق النتائج قبل استئناف التنفيذ. وده النتيجه اللي هتطلع من الداله دي هتساعدنا عشان اقدر اغير مسار المشروع تماما طبعا، ودي من اكتر الدوائر المستخدمه في هذا المجال. لو احنا جينا عند هنا مثلا شفنا المثال ده، فجينا المثال ده في اجراء هنا اسمه او بروسيدر اسمه كو بلوك، ده عشان اخلي الكيرسر او الكيرسر يروح يقف على على او يعمل نافيجيشن على بلوك معين. طب هنا بعد ما المفروض ان انا هقول له المفروض ان انا اقول له كده اكسكيوت كويري، تمام؟ انا المفروض ان انا اقول روح اقف على البلوك ده واعمل لي اكسكيوت الكويري. طب هنفترض ان البلوك ده مش موجود، انا غلطت، بدل ما اكتب ايتمز كتبتها ايتمز كده مثلا، او مثلا كتبت ايتم كده، هو مش هي طبعا دلوقتي مفيش ايرور، انا اعمل كومبايل كده مفيش اي مشاكل هتظهر، تمام؟ وقال لي فعلا، قال لي المديول بيلد سكسسفلي مفيش اي مشاكل، ماشي، وقال لي سكسسفلي كومبايلد مفيش اي مشاكل عندك، رغم انه في مشكله، شايفين في مشكله واضحه قدامنا طبعا انا دلوقتي قايل لكم عليها، لكن اثناء الكود انت ممكن ما تاخدش بالك واحد شغال بتكتب وانت كاتب حاجه غلط، كاتب سينتكس غلط او كاتب جمله غلط وشغال كويس. طيب فانا قبل ما اخليه ينفذ الكويري ويحصل لي مشكله في الفورما، لا انا عايز اتاكد انه فعلا راح وقف على البلوك، لازم اتاكد ان هو راح وقف على البلوك. طب يبقى اتاكد ازاي؟ اجي اقول له كده، اقول له اقول له كده، اقول له لو ان الفورم سكسس ماشي، لو ان الفورم فعلا نجحت في تنفيذ الاجراء اللي قبليه، ايه اللي هو الاجراء اللي قبليه؟ اللي هو انه يروح يقف على البلوك. لو اقول له لو الفورم فعلا نجحت في الاجراء اللي قبليه، يبقى نفذ الكود التالي اللي هو يعمل اكسكيوت كويري. طب لو ما نجحتش هقول له طلع لي رساله تشيك مثلا بلوك نيم، واعمل لي ريز للتريجر فورم تريجر فيلير، ووقف لي الكود خالص وقول لي ان في مشكله. يبقى ده حاجه من او اسلوب لاستخدام الفورم سكسس قدامنا في المثال ده. طيب هنلاقي برضو عكس تماما الفورم فيلير، ودي تستخدم داخل اي برضو PLSQL مع اي تريجرز برضو بتتنفذ بعد تنفيذ اجراء معين قد لا يتوقع حصول نتائج عن تنفيذ الكود السابق وقبل تنفيذ اجراءات اخرى او استكمال الكود. قبل ما نكمل كودنا لازم برضو نتأكد، يعني نفس فكرة الفورم ساكسس بالظبط. تستخدم للتحقيق من من فشل تنفيذ اجراءات سابقة، عشان اقول له لو فشل اعمل كذا، يبقى عكس عكس الفورم سكسس.
وبرضه هتساعدنا على تحويل امكانيه تحويل مسار الكود حسب النتيجه العائده او النتيجه السوء. ويمكن استبدال الفورم فيلر دي بايه بقى؟ ممكن اقول له اف نوت فورم سكسس زين، هي بالظبط نفس اف فورم فيلر، يبقى هي هي. عشان كده بقول لكم دايما الشائعه الاستخدام او الهدف الاساسي ايه. انا مش بفكر ان المشروع ان الاجراء يفشل او هدفي ان هيحصل فشل، انا كل اللي انا بتمنى ان هو يتحقق ان الفورما يحصل لها سكسس في تنفيذ الكود. طيب الجزء الثاني اللي هو الفتلة او الاخطاء القاتلة، ودي من الاخطاء اللي هي بتبقى كريتيكال شوية، وبرضو نفس الفكرة انها بتستخدم جوه البي ال اس كيو ال مع اي تريجرز، لان هو التلات دوال دول ان ريستريكتد كويري، وبعد تنفيذ اجراءات معينه ولا يتوقع الحصول على نتائج التنفيذ او قبل تنفيذ اجراءات اخرى او استكمال الكود. ممكن الاخطاء الفاتل دي ممكن تعمل كراش للبرنامج، ممكن تعمل مشاكل جوه الكود، وبرده ممكن نستخدم الفورم فاتل دي لتحويل مسار المشروع والابلكيشن. برده ممكن استبدلها ب اف نوت فورم سكسس، برده هي هتساوي لنا، لان الفورم سكسس بترجع ترو اونلي لما الفورم تنجح في تنفيذ الكود، وبترجع قيمه فولس لو حصل فاتل او حصل فيلير في الكود. طيب لازم نعرف حاجه مهمه كمان، ان عندنا مجموعه من الفانكشن والدوال بترجع لنا الكود. لازم نعرف ان الكود متقسم لمجموعه من الاجزاء، لازم نتعرف على كل جزء من هذه الاجزاء. لازم نعرف ان كل خطأ في الاوراكل ليه رقم معين، ليه كود وليه تكست معين وليه نوع. لازم نعرف ان الخطأ بيبقى ليه كود وليه تكست وليه نوع. عندنا ثلاث دوال بتسترجع لنا القيم دي، عندنا الايرور اندرسكور كود، وده عشان يدينا رقم الكود او رقم الايرور، ماشي، رقم الايرور. وعندنا الايرور تكست، ده عشان يرجع لنا رقم او التكست او السترينج او المسج بتاعه الايرور نقدر نعرفها. والايرور تايب اقدر برضو استخدمها للتعرف على الايرور تايب. طيب هنا لو بصينا ان هنلاقي عندنا الايرور تايب جزئين، عندنا الاف ار ام، وده بيمثل لنا اخطاء جايه من الفورم بيلدر نفسه، ماشي. يبقى اول ما نشوف خطا اوله اف ار ام، يبقى معنى ده ان ده فورم بيلدر ايرور. والنوع الثاني اللي هو الاورا، وده الاوراكل سيرفر ايرور. لو جينا هنا اتفرجنا على مثال صغير، لو جينا هنا مثلا في التريجر، عملنا تريجر جديد اسمه اون ايرور، وقلنا في الكود دوت في حالة حدوث اي خطأ اعمل لي رسالة قول لي الايرور كود از ده سترينج، هيديك هنستخدم الفانكشن اسمها ايرور كود عشان دي رقم الكود، ماشي. والايرور مسج هتبقى كذا، وممكن نخلي الايرور تايب دي في الاول نقول له كده، طيب is كذا، يبقى قول له هات لي الايرور تايب، والداله دي هترجع لي الايرور تايب والايرور كود والايرور مسج هيظهر. يبقى الثلاث دوال هم استخدمناهم، ونشوف نتفرج هيظهر لنا البيانات ازاي. تعال نجرب مثلا ندوس على الزرار ده، قال لي ايه؟ قال لي ان الايرور تايب از اف ار ام، يبقى النوع اف ار ام، والايرور كود رقمه 40104، والايرور مسج از لا توجد قطعه كهذه اللي هو الايتم. احنا المفروض احنا كنا اسمها ايه؟ الايتمز. طب نرجع نصلح المشكله تاني،
اه فعلا وقف على، لا انتوا شايفين اقف كده، شوف مجرد ما دوست كده مفيش اي مشاكل، مفيش ايرور طلع او مشكلة. يبقى انا قدرت من خلال التلات دوال دول ان انا اقدر اعرف ايه هو رقم الخطأ وايه هو اسم الخطأ اللي ظهر عندي، لان طبعا ايه زي ما قلنا ان الايرور كود بتديني رقم خطأ، والايرور تايب بتديني نوع الخطأ، والايرور مسج او الايرور تكست بيديني ايه هي رسالة الخطأ بتاعتي. تمام، يبقى اقدر استخدم التلات دوال دول في استخدامهم. ممكن استخدمهم في حاجات تانية زي ما ايه، ممكن تعمل لوك فايل كده، اللوك فايل ده بتسجل فيه طبعا انت مش هتبقى قاعد ليل ونهار جنب اليوزر، فمفروض ان انت دايما لو في مشاكل ظهرت عند اليوزر بتتسجل لك في ملف لوك فايل، والملف ده بتقدر تتابعه اول باول، او ممكن هو يبعته لك على الميل، او ممكن تعمل انت جوب معين بحيث ان هو ايه كل فتره بيجيب لك الايرور، او حتى ممكن الايرور في السيم تايم مجرد ما بيحصل ايرور عند اليوزر بيتبعت لك على الميل بتاعك بشكل دايركت، بيقول لك خلي بالك في ظهر عند اليوزر خطا، وده رقم خطا، وده نوعه، وده اسم الخطا، وكمان ممكن تحط سيس ديت عشان يديك الوقت اللي حصل فيه الخطا دوت. طيب يبقى كده قدرنا نعرف التلات دوال دول واستخدامهم في استرجاع البيانات عن الخطا الموجود. طبعا زي ما قلنا عندنا نوعين تو تايبس للايرور، عندنا الاف ار ام زي ما قلنا ده اخطاء جايه من الفورم بيلدر نفسه، او الاورا دي اخطاء جايه من الداتابيز، ودول هتشوفهم كتير جدا في الشغل بتاعك، خاصه الناس البيجنرز هتشوف الخطأين دول كتير وارقام الاخطاء كتير، فريد دايما تركز على رقم الخطأ وتابعه اول باول، وتعرف ازاي انت قدرت تعالجه، او ازاي لقيت الحل لهذا الخطأ. هنلاقي عندنا كل الرسائل عندنا ليها مستويات، وأوراكل عملت لكل قسمت الرسائل عندنا لمجموعة من المستويات حسب درجة الكريتيكال بتاعت المسج دي، واحنا ممكن نقدر كمان نحدد المستوى بتاع الرسائل او من خلال عندنا سيستم فاريبلز اسمها ايه، اسمها سيستم دوت مسج اندرسكور ليفل، وده عشان اقدر احدد الليفل بتاع المسج بتاعتنا، اقدر احدد الليفل بتاع المسج اللي عندي. طيب هنلاحظ عندنا في الشكل اللي قدامنا ده ده زي معيار بيحدد لنا درجة او الليفل بتاع المسج عندنا، ودايما المسج عندنا بتزيد لما يكون حالة كريتيكال عندنا بتبدأ تزيد عن 25% او 25 بوينت للخطأ، فدايما بيبدأ الخطأ كل الرسائل اللي عندنا بتبدأ بالزيرو، ومعنى كده زيرو ان كل الرسائل في اللي جاية من النظام او اللي جاية من الفورم بيلدر او اللي جاية من السيستم هتظهر عندنا لو احنا خلينا او دايما الديفولت عندنا زيرو، ده الديفولت بتاعنا، بعد كده بتبدا يزيد ايه 5 و10 و15 و20 و25 وهكذا، وزي ما قلنا ان ده الزيرو ده هيمثل لنا الديفولت بتاع ايه بتاع المسج، ده هيمثل لنا الديفولت بتاع المسج عندنا، فدايما كل الرسائل عشان تظهر بيبقى الليفل عندنا زيرو، وبعد كده بتبدا يزيد الموضوع دوت تدريجيا حتى يصل الى المور كريتيكال، كل ما بيزيد بيبدا عندنا يزيد درجه الخطوره بتاعه الرساله. هنتفرج على المسج دي ونفهم يعني المستويات دي واهميتها، وهو برضو هنتفرج على بعض الامثله عن الليفل بتاع المسج. هنلاقي الجدول اللي قدامنا ده زي ما احنا شايفين، الجدول ده بيمثل لنا بعض
او توضيح لدرجة كل مستوى من مستويات خطورة هذا الرسالة او هذه الرسالة. فزي ما شايفين كده عندنا مثلا قال لك zero all messages، كل الرسائل عندنا بتبقى ايه، بتبقى المستوى بتاعتها zero، وكل واحدة من دول بتمثل لنا درجة معينة من السيفيرتي بتاع المسج ده. فمثلا عندك الرسائل فوق 25 دي رسائل لا يمكن اخمادها، لما تقدرش توقفها، في رسائل صعب ما ينفعش توقفها، استحالة ان انت تعرف توقفها، دي رسائل بتبقى كريتيكال جدا وما ينفعش ان انت توقف الرسائل دي. هناخد امثلة عن كل واحدة من الامثلة دي، من كل واحدة من المستويات دي، ونتفرج عليهم. طبعا الجدول ده موجود عندنا في الماتيريال، تقدر تتفرج عليه وهنحفظه ان شاء الله. هو مش محتاج حفظه، وتفهم بس مستوى كل رسالة، وطبعا ايه مع الهلب اللي موجود في الاوراكل هتقدر تفهم الجدول ده كويس. لو بصينا هنا في الامثله اللي عندنا اللي جايه لنا دلوقتي هنلاقي ما يلي، في الامثله اللي هي جايه دلوقتي هنلاقي ما يلي. انا جايب شويه امثله هنا بتمثل لنا درجه خطوره بعض الرسائل اللي جايه لنا من اوركل. طيب هنلاقي مثلا في زي ما قلنا في ليفل 5، وده يعني ايه اللي هو هنا 5 اللي هو ريفيرمز ان ابيفيوس كونديشن، وان هو بيأكد رسالة معينة على اليوزر، ففي رسالة تأكيد وشروط معينة لازم تتنفذ. فهنا زي ما قلنا هنا ايه بيأكد على اليوزر انه انت دلوقتي at first block، انت كل جي او ما تلاقي جي مفروض ان اليوزر مثلا واقف عند اول بلوك، خلاص اليوزر واقف عند اول بلوك وبيدوس على زرار اسمه first block، يعني ايه قاعد بيحاول يوصل لاول بلوك وهو واقف على اول بلوك، فبيطلع له الرساله دي رقم خطا بيقول له خلي بالك انت برضو انت واقف على اول بلوك، مفيش اول بلوك تاني، انت واقف على اول بلوك. فهنا بيطلع لك رساله كودها رقم 4110، و4110 ده الليفل بتاعه 5 ومش كريتيكال، يعني ممكن توقفه، ممكن ما تظهرلكش الرساله دي، مش محتاجها، هيفضل يدوس على الفاضي ومش مفيش ايرور عندك هيحصل. هو قاعد بيدوس على اول بلوك وهو واقف على اول بلوك، فمش مفيش ايرور بالنسبه له، خلاص. فانا ممكن اعمل سبريس للايرور ده او المسج ده وخلاص، ما يظهرش بقى ايه، ما يظهرش عندي. طيب ممكن ناخد مثال صغير على مثلا هنا برضو 111، انت واقف على اخر بلوك وقاعد بتدوس على لاست بلوك، برضو ده الليفل بتاع 5 ومش مؤثر قوي معاك الموضوع. 112 مثلا 4112 ده من نوع اف ار ام، ده بيحاول اليوزر ان هو يروح يقف على ايتم معمول له ديسيبل، يعني البروبابيلتي بتاعته ديسيبل، وده برضو مش مؤثر معاك، مش هيديك ايرور في المشروع قوي، فهو ده مستوى الليفل بتاعك 5 ومش كريتيكال، مش مؤثر قوي في المشروع بتاعك. طب نبص على فهنيجي هنا مثلا، هنيجي هنا في ال when you form an instance، وقبل ما ابدا الشغل هقول له ايه، هقول له سيستم مسج ليفل ده انا المتغير ده اقدر اتحكم في متغيرات النظام، فاقول له انا عاوز تعرض لي كل الرسائل الممكنه، خلاص فاي رساله عندي كده ممكن تظهر. طيب هنا لو بصينا هنا في الجزء ده تاني هنلاقي مثلا المستوى 15 ده ان هنا اليوزر اتيمينج اكشن فور ويتش ذا فورم از نوت ديزايند، يعني ان اليوزر بيحاول ان هو بيعمل حاجه جوه الفورمه ماشي ما تصممتش او ما تعملهاش الفورمات المناسبه زي ما هو عامل، يعني زي ايه، زي اليوزر مثلا بيحاول يدخل تاريخ بشكل مش مظبوط، او ان اليوزر بيحاول مثلا يدخل نص في حقل رقمي ماشي، او ان اليوزر بيحاول يكتب تاريخ غير التاريخ او تاريخ غير موجود مثلا خالص، يعني فاهم. فهنا مثلا الليفل ده ان اليوزر هنا بيحاول يعمل حاجه مش متصممه في الفورمه نفسها، خلاص. طيب نرجع نشوف مثال على الليفل 15 ده وعلى الليفل 5. لو جينا هنا جوه الفورمه بتاعتنا
عملنا تكست اهو، والتكست ده هيشيل في جواه تاريخ خلاص، وعملنا له فورمات تاريخ معين. طب لو جينا هنا عملنا ران ظهر اهو الفورمة، هقول له مثلا ايه، انا عاوز تاريخ 12/1/2007، اجي اعمل تاب، راح طلع لي رسالة تحت قال لي ايه، قال لي خلي بالك الايرور تايب FRM والكود هو 5006 50026، خلي بالك من الرقم ده، ده معناه ان الفورمات بتاع التاريخ مش مظبوط، 50026 ده معناه ان الفورمات بتاعتك مش مظبوط. فبيقول لك ان الفورمات بتاعتك لازم تخش بالتاريخ ده بالفورمات ده DD MM 4Y، يبقى بيقول لك ده الفورمات المظبوط اللي المفروض التاريخ تخش بيه، انت كده مدخله بفورمات مش مظبوط. الليفل كام عندنا هنا؟ الليفل هنا 15، الليفل هنا عندنا 15. طب تعال نتفرج على الليفل 15 عندنا، هنلاقي ايه الليفل 15 اهو 5026 شايفينه، ديت ماست بي انترد ان فورمات كذا كذا كذا، يبقى انا ايه او حسب بقى الفورمات اللي انت ظابط عليها الفورمه بتاعتك. فهنا بيقول لك ايه، خلي بالك ان اليوزر بيحاول يعمل ايه، بيحاول يعمل خطا او بيحاول يدخل حاجه في الفورمه انت مش مصممها في الفورمه بتاعتك خلاص، فده هديك الخطا 5026. طب تعال نشوف الخطا 5050002 ده، طيب ده بيقول لك ان المانثس لازم بيبقى بين 1 و12، ما ينفعش تقول له في شهر رقم 13، هو في سنه 2090 هيعملوه بس دلوقتي لسه خلاص. فهو بيقول له ايه، يبقى ايه انا عاوز يبقى ايه اليوزر بيحاول يدخل شهر غير الموجود في الرينج دوت. طيب تعال نحاول نشوف نعمل حاجه زي كده، يجي هنا اليوزر بيقول له ايه 15/13/16/2009، ده طبعا نظبط الفورمات الاول بتاع التاريخ، نحاول ندخل التاريخ نقول له 15/16/2007، قال لك ايه، قال لك ايرور 50002 اهو، بيقول لك ان الشهر يجب ان يتراوح بين 1 و12، خلي بالك انت هنا مدخل 16، تعال ندخل مثلا شهر موجود، انا شهر 1 مثلا مفيش، بص المسج خلاص راح. طيب هنقول له مثلا شهر رقم 99 برضو ايه مش هينفع، يبقى هنا 5002 ده من الليفل 15، وده هيقول لك برضو ان لا يجوز ان ايه لازم الشهر يتراوح بين 1 و2. ده الليفل بتاعنا كام؟ 15. اقدر اعمل سبريس للرسائل دي واعتبرها ان هي رسائل مش مهمه، ممكن اوقفها وما اظهرهاش عندي في الكود. طيب نعمل ايه بقى؟ هاجي هنا مثلا، احنا كنا قلنا في اول تشغيل تمام، قلنا ان الرسائل هتبدا معايا من الزيرو صح؟ طيب تعال نقوله لا، احنا الرسائل نعمل سبريس للرسائل تحت ال 15، واقول له هنا 15. تعال نرن كده نتفرج ايه اللي هيحصل، تعال نقوله هنا 15/16/2007، بص خطا اهو ماشي، وما في ايرور موجود بس ايه مفيش رساله طلعت خلاص. ليه؟ لان انا عملت سبريس للرسائل اللي هي في يعني تبقى ايه من مستوى 15. طيب هنا المفروض ده حقل رقمي ماشي، طبعا لازم الغي ده حقل رقمي، تعالى ادخل فيه سترينج، في مشكله اهو ماشي، رغم كده ما ادانيش رساله. ليه؟ لان ادخال كاركتر او حرف نصي داخل حقل رقمي ده من ليفل برضو 15، وبالتالي مش هيظهر معانا. اللي هو ايه، لو بصينا هنا هنلاقي ان مثلا 50016 ده ليجل كاركتر ار من لازم يبقى في الفورمات بتاعتنا دي. هنلاقي برضو مجموعه من الاخطاء الاخرى، ممكن طبعا هتعرف ازاي نقدر نعرف الاخطاء دي وازاي نقدر نعمل سبريس للاخطاء بتاعتنا. فعندك مثلا
41076 ده خطأ ايرور بابيوليت جروب، وهو مش قادر يعمل بابيوليت جروب. ممكن يكون خطأ في الجملة بتاعتك بتاع السيلكت بتاعتك، او ان هو مش لاقي التيبل اللي انت بتعمل سيلكت منه، او في مشكلة في جملة سيلكت مش قادر يعمل بابيوليت. 41075 مثلا ايرور ديليت جروب، هو مش قادر يعمل ديليت للجروب بتاعتك. مثلا 41077 ده ايرور ديليت ريكورد ان جروب، هو مش قادر يدلت ريكورد معين جوه الجروب. ممكن الريكورد ده مش موجود، ممكن يكون ده ستاتيك جروب، هو مش قادر مش هيقدر يعمل ديليتنج للستاتيك جروب. ودول اللي هنلاقي الثلاث حاجات دول او الثلاث رسائل دول من الليفل 20. هنلاقي مثلا 40104 نو ساتش بلوك، هو يعني ده من الاخطاء اللي هي الجامده ما ينفعش نعمل لها سبريس. وده مثلا مش لاقي بلوك، بتقول روح للبلوك فلان ومش لاقيه، فهنا ده الايرور 425. وهنا مثلا 105 انيبل تو ريسولف ريفرنس تو ايتم، هو مش لاقي الايتم معين. هنلاقي مثلا في ايرور رقم 99، ده مثلا زي زي انفاليد برودكت، يعني في حاله ان انا بستخدم البروسيدر اللي اسمه ران برودكت وبكتب له اسم برودكت معين عشان يروح يشغله، هو مش هيلاقيه، فبالتالي هديك الايرور رقم 41200. برضو في الايرور رقم 40818 سيستم فاريبل نيم نوت ديفايند، لو انا بستخدم سيستم فاريبل وهو مش موجود، قاعد بنادي على سيستم فاريبل معين وهو مش موجود عندي، فهيديني برضو الايرور رقم 40108. ازاي نقدر نتعرف على الخطا ده او الرسائل والليفل بتاعها ورقمها والبيانات دي؟ ده طبعا دي بسهوله جدا. هنعمل هنيجي هنا عند قائمه هيلب واونلاين هيلب، شايفينها هيجي لي المنظر ده، فاكتب له هنا رقم الرساله بتاعتي، اقول له مثلا 40108، هيروح يجيب لي تحت هنا FRM 4108، اقول له ماشي، دبل كليك عليها هيقدر يقول لي، هيطلع لي الرساله دي، هيقول لي هيقول لي 4108 نو ساتش فورم، مفيش فورمه بالاسم ده. هنا السبب الخطا ده بيقول لك يو اتمت تو جيت اور سيت بروفايدرز اوف non-existent or unloaded form، هو مش قادر بيحاول يعمل بيتحكم في خصائص فورم مش موجودة او مترفعتش على الرامات، هو مش قادر يقراه. ايه الحل بقى؟ ايه الاكشن؟ بيديك الاكشن كمان بتاعك اللي انت تقدر تعمله، بيقولك انت بتستخدم الاسم المظبوط للفورمة اللي انت عاوز تعمل لها خصائص، تأكد ان انت كاتب اسم الفورمة. الليفل بتاعك ده هيبقى فوق ال 25، وهنا التايب دي مش معناها الاف ار ام ولا الاورا، دي التايب هنا هل هو خطا ولا رساله تحذير او رساله من السيستم، لان ممكن يبقى هنا انفورماتيف ماشي او ايرور، يعني هو بيقول لك هنا يا اما رساله بس مش اكتر، او ان هو خطا معين في خطا لازم يتعالج. فطالما هو خطا فلازم يديك الاكشن بتاعه ولازم تتصرف ازاي، وبيديك كمان الحل كمان للمشكله بتاعتك. اقدر اتفرج على كل الاخطاء اللي عندي من نوع الاف ار ام هنا ماشي، من خلال all forms error messages، زي ما شفنا بيديك الاف ار ام وداش كده، وبعد كده بيديك رقم الخطا والريفرنس بتاعك. فلو اتفرجنا على المنظر ده كده هنلاقي عندنا كميه اخطاء مهوله جوه الفورم، وكل دي اخطاء نقدر نتفرج عليها. وطبعا بسهولة جدا ان انت تجيب الخطأ وتعرف هو الخطأ ده وايه سببه والاكشن بتاعه. يعني مثلا نيجي رقم خطأ معين زي 209 ده، هيقول لك مثلا هنا ده من بيديك الليفل وبيديك طيب هل هو ايرور ولا انفورماتيف. لو انا عايز اوريكم حاجة زي الانفورماتيف كده، زي الخطأ مثلا 41800 ده،
هنا بيحاول اليوزر بيعمل يستعرض الليست اوف فاليو لفيلد معين وهو ملوش اصلا الليست اوف فاليو دي. فده هنلاقي ان الليفل هنا 10 والتايب انفورماتيف. خلاص ممكن نلاقي حاجه تانية زي نلاقي مثلا المسج رقم هنيجي مثلا دي مثلا هنلاقي هنا ايه ان هنا 40353 كويري كانسلد، يعني انت عملت كانسل كويري رساله بتقول لك ان في رساله في ايه في كانسل او اكزيت للكويري اللي انت عامله. فلو بصينا هنا لو انا جه اليوزر عمل كويري اهو وجي هنا راح عامل كانسل كويري هيدي له اف ار ام 40353، معنى ده ان ده دي رساله انفورماتيف مش ايرور. خلاص ده كده معناها ان دي رساله. طيب يبقى نقدر زي ما قلنا من خلال الهيل تقدر تعرف اسم الايه اسم الايرور اللي انت عاوزه او رقمه وكيفيه علاجه. انا مجرد ما اجي اكتب اسم الايرور رقمه هيديني ايه الايرور والاكشن كمان اللي انا اقدر اعمله عشان اعالج الايرور بتاعي. يبقى استخدام الجزء ده مهم جدا في تعرف على الخطأ وازاي نقدر نعالج الخطأ والاكشن اللي هو ممكن اعمله في حالة ظهور هذا الخطأ. يبقى كده زي ما قلنا دي شوية امثلة عن كل الليفل والمستوى بتاع الليفل بتاعي. زي ما قلنا برضو في المثال بتاعنا ان انا لو جيت هنا في الليفل بتاع المسج اقدر ان انا ايه اوقف الرسائل لمستوى معين او انا مش محتاج رسائل معينه تظهر قدامي، اقدر استخدم الطريقه دي في اخماد او عمل سبريسنج للرسائل اللي عندي. ولازم تخلي بالك من حاجه مهمه، انت ما تقدرش تعطل رسائل اكتر من 25. ليه؟ زي ما قلنا في السلايد اللي قبل كده ان في فوق ال 25 ده المستوى ده ما ينفعش تعمل له سبريسنج خالص. ماشي تعال نجرب مثلا نعمل بص نعمل 99 كده، تعال نجرب نران بص تحت كده بايه كتب ان مستوى تعطيل الرساله غير صالح فبالتالي ما اتغيرتش وزي فضلت زي ما هي ما رضيتش اغيرها. يبقى ايه لازم يبقى مستوى السبريسنج اقل من الخمس او يساوي ال 25، اكتر من كده مش هيرضى يعطل. بص تعال نجرب كده الرساله ظهرت اهي ما فيش مشكله، مع ان الرساله دي الليفل بتاعها 15 الا ان هي ظهرت برضو معانا. ليه؟ لان النظام ما قدرش يوقف الرسائل بسبب ان انا حددت له ليفل عالي. يبقى انا اكتر مستوى اقدر اوقفه لحد 25. خلاص فوق 25 انا ما ينفعش اوقف الرسائل بسبب ان دي رسائل كريتيكال جدا وما ينفعش اوقفها. يبقى من خلال المتغير دوت اللي هو متغيرات النظام المسج ليفل ده اقدر اوقف واعمل سبريسنج للرسائل. طيب لو جينا هنا هنلاقي عمليه السبريسنج للمسج هنلاقي ان انت بيقول لك يو كان سبريس مسج باي سيلكت هاي ليفل مسج. انت كل ما تعاوز توقف مجموعه من الرسائل بتحدد مستوى اعلى من المسج ليفل. فطبعا لو قلت له سيستم مسج ليفل 25 يبقى كل الرسائل اللي تحت ال 25 مش هتشتغل ومش هتظهر عندنا في الفورم او في المكان الكونسول المخصص لظهور الرسائل. ماشي وكمان عندنا في حاجه اسمها الوركينج مسج ودي رساله بتطلع لما الاوراكل فورم بيلدر بينفذ اجراء معين او كود معين. فدايما تلاقي كلمه وركينج دايما شغاله تحت كده، لا مثلا وانت بتعمل استعلام عن مجموعه سجلات قبل ما يجيب لك السجلات بيعمل عمليه وركينج تحت كده والرساله بتظهر لك. انا ممكن اوقف كمان الرسائل الخاصه بالوركينج من خلال السيستم
دوت سبريس وركينج بقول له ترو، وده برضو من متغيرات النظام اللي بتوقف لي الرسائل الخاصه بالوركينج. هنتعرف دلوقتي عن الفورم تريجر فيلير، وده معالج لمعالجه ايقاف الاخطاء. وده لو الناس اللي اشتغلت على البي ال فاكره الريز تريجر ابلكيشن ايرور، ماشي فاكرين اللي هو ريز ابلكيشن ايرور، لو احنا فاكرينها اللي كنا في الـ في الـ في الـ في البي ال كنا بنستخدم ريز ابلكيشن ايرور. طبعا في الفورم في هاندلر خاص بالايرور اللي هو الفورم تريجر فيلير، وده عشان اوقف الاخطاء الموجوده في الفورم. طبعا ما ينفعش في الفورم استخدم ريز ابلكيشن ايرور، ما ينفعش خالص، لازم استخدم ايه فورم تريجر فيلير. طبعا احنا ممكن نستخدم المعالج دوت داخل اي جزء من اجزاء التريجر في اي مكان من الكود. كمان ممكن استخدمه في الجزء الاخير في اللي هو الاكسبشن سيكشن، ده الجزء الاخير في الاكسبشن، واقدر برضو اوقف منه. الفايدة منه ان احيانا رغم ان الرسائل بتظهر الا ان الكود بيستمر في التنفيذ، لا ده انا بخلي الفورم توقف تنفيذ الكود نهائيا في حالة ظهور خطأ معين او في حالة الوصول الى نتائج غير مطلوب. مثلا المثال اللي قدامنا ده عندنا هنا بيسلكت سم السالري انتو اكسل فروم الام وير الديبت نو ايكوال 100، وانا المفروض انه ما عنديش اداره رقميه، انا عندي اداره رقم 10 ما عنديش رقم 100. فباجي في الاكسبشن سيكشن ده او في الجزء الاخراني ده بقول له وين نو داتا فاوند جن مسج بليز تشيك ديبارتمنت اي دي، ماشي. وبعد كده ايه بقول له ريز فورم تريجر فيلير عشان اوقف الكود، خاصه لو كان كمان في ايه في كود تحتيه، ماشي. انا يعني اقدر استخدمها سواء استخدمها في الجزء دوت او ان انا اقدر استخدمها في الجزء الثاني. هنلاقي كمان هنتكلم دلوقتي عن موضوع مهم وهو التريجرز اللي تساعدنا في اكتشاف ومعالجه الاخطاء. عندنا التريجر اسمه اون ايرور اللي لسه عملنا فيه المثال دلوقتي، وده تريجر اقدر منه من خلاله ان انا استخدم وعالج الاخطاء بتاعتي، سواء اخطاء جايه من الداتابيز او اخطاء جايه من الابلكيشن. والتريجر ده بيفاير مجرد ما يحدث اي خطا في داخل الابلكيشن بتاعي بيبدا التريجر ده يحصل فاير. ولازم حاجه مهمه جدا اهتم بمستوى التريجر ده، لان سواء على الفورم ليفل او على مستوى البلوك ليفل او على مستوى الايتم ليفل لازم اهتم بالليفل. وقلنا دي تحديد التريجر ليفل من اهم المشاكل اللي بيقع فيها المبرمج الحديث او المبرمج اللي هو المستخدم الجديد للغه. ويتم اطلاق هذا التريجر اللي هو الان ايرور تريجر في حاله حدوث اي خطا من اخطاء النظام، سواء الخطا ده من الداتابيز او من الفورم او من الابلكيشن بيلدر فورم ابلكيشن بيلدر. وطبعا بيساعدنا التريجر ده على التصرف السليم لمواجهه هذا الخطا وكيفيه معالجه الخطا دوت. كمان يمكن التحكم في الرسائل الوارده من النظام وعرضها بطريقه احسن للمستخدم النهائي. طبعا المستخدم النهائي مش هيفهم يعني اف ار ام ويعني المسج كود ومسج تايب، هو مش هيقدر يفهم الحاجات دي الا ان انت ممكن تكتب له الرساله بشكل واضح بحيث ان هو يقدر يفهم الرساله ويقدر يبلغ الدي بي اي او يبلغ الديفلوبر عن هذا الخطا. وزي ما قلت لازم نراعي مستوى التريجر دوت مهم جدا. في مثلا ممكن احط جوه التريجر ده اقول له مثلا لو كان رقم الخطا مثلا 50016 مثلا زين ايه اعمل لي ماست انسيرت نمبر، وبعد كده بقول له ريز فورم تريجر تريجر فيلير الس اف لو كان رقم 17 زين كذا، وابدا ايه اكتب له كيفيه حل المشاكل او ازاي. بص هنا المفروض ان هو هتطلع الرساله للاند يوزر بالشكل ده، يو ماست انسيرت نمبر
في حين ان هي اصلا مش موجوده كده في المسج بتاعتنا، لا ده هي مكتوبه بطريقه معينه جوه الدوكيومنتيشن بتاعنا خلاص. فاقدر اغير الصيغه بتاعه الرساله للاند يوزر. كمان المسج كمان ليها طرق معالجه زي الايرور بالظبط. فنلاقي ان المسج جوه الابلكيشن بتاعنا ليه كود وليه تكست وليه تايب، ودول تلات دوال برضو زي الايرور كود والايرور تكست والايرور تايب. برضو في المسج كود والمسج تكست والمسج تايب اقدر استخدمهم للتعرف على رقم الرسالة والنص الموجود في الرسالة ونوع الرسالة، هل هي FRM ودي جاية زي ما قلنا رسالة جاية من الفورم بيلدر، ولا هي اورا ودي جاية من الاوراكل سيرفر مسج. اقدر زي ما قلنا اقدر اتعرف على المسج ونوعها. ونلاقي برضو عندنا جوه المسج عندنا في تريجر اسمه اون مسج، وده خاص بمعالجة الرسائل، وبرضو اقدر استخدمه في ظهور الرسائل بطريقة معينة للمستخدم وعرضها بطريقة معينة. ونفس فكرة الكود برضو بقول له ايه في المسج كود يساوي لنا كذا، وابدأ ايه فنو داتا ريتريف فروم يور كويري. ده طبعا 3050 ده خطأ بسببه ان مفيش بيانات راجعة، يعني هو اليوزر بيحاول يعمل استعلام ومفيش بيانات رجعت. طبعا مفيش ايرور هنا خلاص، هو مفيش بيانات رجعت لكن مفيش ايرور، فبالتالي انا بقول له ايه ريز تريجر فيلير وبوقف كود، او ان انا ببدا اوجه اليوزر ان هو يتاكد من البيانات الداخله في الاستعلام. هنلاقي ان الاوراكل سيرفر ايرور ممكن يبقى جايه بيانات من السيرفر نفسه ومن الداتابيز نفسها في مشاكل، ويمكن ان يحدث اخطاء من داخل قاعده البيانات لعده اسباب. التعدي على القيود الموجوده في قاعده البيانات، بيحاول اليوزر ان هو في كونسترينت موجوده في الداتابيز واليوزر بيحاول يعمل حاجه تتعدى على هذه الكونسترينت الموجوده جوه، وبالتالي هيدينا ايرور او هيفير الايرور عندنا جوه الابلكيشن. او انه بيبقى في داتابيز تريجر، فاكرين الناس اللي ذاكرت التريجرز، فقلنا كان في حاجه اسمها داتابيز تريجرز وفي ابلكيشن تريجر. ففي تريجر موجود على الداتابيز وعلى التيبلز اللي في الداتابيز، وممكن التريجر ده بيتعارض مع حدث معين عمله اليوزر برضو جوه الابلكيشن، او الديفلوبر نفسه عامل حاجه غلط غير متوقع مع تريجر موجوده في قاعده البيانات. كمان في حاله وجود اخطاء في البروجرام يونت اللي هي الستارت بروجرام يونت او بروسيدر الموجوده في قاعده البيانات نفسها، فيها مشاكل واليوزر بيحاول يتعامل مع هذه الوحدات البرمجيه. طيب، ولازم نعرف حاجه مهمه برضو، ان الدي ام ال جوه الابلكيشن بتاعنا بيبقى نوعين، بيبقى اما امبليسيت دي ام ال، والامبليسيت دي ام ال ده اللي هو بيتنفس عن طريق الداتا بلوك. فاكرين واحنا بنكاري الداتا بلوك، بنكاري الداتا بلوك وهي بتكاري بتصمم لنا كل التولز المسؤوله عن اضافه وحذف واسترجاع بيانات معينه من التيبل خلاص. فتعالى بقى اتفرج اما كنا بنعمل بلوك معينه مثلا في الفورمة بتاعتنا خلاص. تعالى اول ما تيجي تدخل بيانات وتيجي تسيف بيسيف، رغم ان انت كديفلوبر ما عملتش ما قلتلوش insert into table الفاليو كذا وكذا وكذا، انت ما عملتش كده، انت كل اللي انت عملته ان انت رسمت البلوك معتمدة على table معينة في الداتابيز، وهو بشكل implicit عمل جمل الانسيرت وعمل جمل الابديت وعمل جمل الديليت لوحدي، وزاوت ان انت تحط one line of code ما عملتش اي حاجه جوه الكود بتاعك، هو اوتوماتيك بيعمل جمل الدي ام ال بتاعته بشكل implicit. فهنا لازم نفرق بين جمل دي ام ال انت عملتها وجمل دي ام ال الابلكيشن نفسه اللي عملها. طيب، ف
ففي الاكسبلست دي ام ال، ودي المجموعه الجمل اللي انت عملتها بايديك. احيانا المبرمج مش هيستخدم البلوك في ادخال البيانات، ده هو هيرسم شويه تكستات على الفورما، هو هيجي يعمل زرار يقول له ايه تحت الزرار ده، هيقول له انسيرت انتو التيبل اللي اسمه كذا الفاليو اللي موجود في تكست 1 وفي تكست 2 وفي اللي في تكست 3 وفي تكست 4 وهكذا، وير ان ورقم الرو اي دي، ويعمل الكونديشن بتاعته، ويبدا يعمل انسيرت ويعمل كوميت فورم للبيانات بتاعته. هنا هيبقى النظام بتاعنا ان احنا عملنا اكسبلست للدي ام ال بتاعتنا. طبعا زي ما قلنا لازم نفرق بين الاثنين دول، عشان كمان هنعرف اهميتهم في تفريق بين الاخطاء، طبعا سواء الاخطاء الناتجه عن ان اليوزر بيحاول يدخل بيانات مش مظبوطه في الامبلست دي ام ال او في البلوك اللي احنا عاملينه، او ان اليوزر بيحاول يدخل بيانات مش مظبوطه من خلال الايتمز اللي انت عملتها. خلاص، فزي ما قلنا انه الامبلست دي ام ال يتم التحكم في هذه الجمل من خلال الفورم بيلدر نفسه، هو اللي بيكريت الجمل، حيث تعتمد على التعامل مع البيانات بشكل ضمني حسب البلوك البيانات الموجود في داخل الفورم. هنا المبرمج ما بيستخدمش جمل الدي ام ال بشكل صريح، لان الفورم بيلدر هو اللي بيمسؤول عن اعداد هذه الجمل والتعامل معها وحفظ واسترجاع البيانات من الداتابيز. اما بالنسبه للجزء الخاص بالاكسبلسيت دي ام ال، فهنا يتم التحكم في الجمل البيانات بواسطه المبرمج نفسه، هو اللي بيستخدم جمل دي ام ال بشكل صريح في الكود، وبيبدا يكتب بقى انسيرت انتو كذا التيبل والبيانات بتاعته اللي هيستخدمها. طيب هنلاقي مثلا في الامبلست دي ام ال، اذا حدث خطا بسبب عمليات دي ام ال، فانه تظهر رساله داخل الفورم بتعبر عن المشكله بتاعه الدي ام ال. فلو اليوزر بيحاول يدخل حاجه غلط، اوتوماتيك بتظهر رساله من داخل الابلكيشن بتاعنا وبتدي له ايه سبب الرساله. فمثلا هنبص هنا في الرساله اللي ظهرت هنا، هنلاقي ان في رساله مثلا رقم 40508، ده معناها اوراكل ايرور، بس مديك رقم الاورا ده كده التايب بتاعه جاي من الداتابيز، وهو انيبل تو انسيرت ريكورد، مش قادر يدخل الريكورد، او 40509 ده مش قادر يعمل ابديت، و 510 مش قادر يعمل ديليت. وهنا طبعا يفضل دايما ايه ان احنا نستخدم دوال معينه داخل الداتابيز جوه الاون ايرور تريجرز عشان نقدر نتعامل مع البيانات والاخطاء الوارده من الداتابيز اوراكل. فبنستخدم دالتين مهمين جدا، وهي الدي بي ام اس ايرور كود، ودي عشان تجيب لي رقم الخطا اللي جاي من قاعده البيانات، والدي بي ام اس ايرور تكست، وده عشان يجيب لي ايه هو النص في البيانات الخطا. يعني باجي في تريجر اللي اسمه اون ايرور، وبقدر استخدم معاهم الدي بي ام اس ايرور كود والدي بي ام اس ايرور تكست عشان اقدر اعرف ايه هو رقم الخطا ورقم والنص بتاع الخطا. اما في الاكسبلست دي ام ال، يمكن التحكم في الرسائل الوارده من قاعده البيانات في حال التعامل مع البيانات بشكل صريح بواسطه الكود من خلال الاير تراب او مصيده الاخطاء، حيث يتم استخدام الدوال اللي هي مجهزه للتعامل مع الاخطاء بالشكل الاكسبلست. وطبعا احنا استخدمنا سيكوال كود في البي ال قبل كده، فاكرين السيكوال كود ده اللي كان بيجيب لي رقم الخطا بتاعي، فاهمين، والسيكوال ايرور مسج، وده عشان يجيب لي رقم الرساله. ويفضل دايما استخدام السيكوال كود والسيكوال ايرور مسج في الجزء الخاص بالاكسبشن، ماشي، في وين اذر، ماشي، وين اذرز، باجي بقول له ايه وين اذرز، وبقول له ان المتغير اللي اسمه في ايرور كود ده هنحط فيه القيمه الموجوده في السيكوال كود، والفي ايرور تكست هنحط فيه القيمه الجايه من السيكوال ايرور مسج. وباجي بقول له بقى لو كان الفي ايرور كود ده هيساوي لنا -001 مثلا او 1، هي مش تفرق، زين ايه طلع الرساله
unique field entered another value، ده بحالة انه بيحاول يكرر قيمة تانية في نفس الفيل. و raise form trigger failure و end if. يبقى هنا بقدر كمان ان انا استخدم الدوال دي مع الاكسبليست دي ام ال في حاله ان انا بدخل بيانات بايديا او بستخدم جمل صريحه، بقول له انسيرت انتو التيبل فاليو كذا 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 او الابديت او الديليت. فيفضل دايما استخدام سيكوال كود وسيكوال ايرور مسج عشان اتعامل مع الاخطاء اللي وارده من قاعده البيانات. هنتكلم بشكل سريع كده في نهاية الدرس عن تجنب وتقليل الأخطاء والمشاكل داخل المشروع. أول حاجة لازم نخلي بالنا إن احنا عملية توزيع المشروع على عدة نوافذ وتخصيص هذه النوافذ، وكل نافذة خاصة بأجزاء معينة وخاصة بهدف معين داخل المشروع، وفحص ومراجعة وترجمة النوافذ التي تم الانتهاء منها. وبعد فاكرين ده كان أول درس في المشاكل اللي اتكلمنا عنها اللي هو proceeding producing multiple form application، وازاي ان انا اقدر اوزع الابليكيشن بتاعي لعدة اجزاء. واتكلمنا قبل كده بشكل مفصل عن توزيع المشروع على عدة نوافذ، وان انا كل ما اخلص نافذة واعمل لها تيست وافحصها اروح اعمل لها compiling واشيلها واحطها في مكان مخصص بحيث ان انا انتهيت من جزء من المشروع وتأكدت منه، وابدأ اعمل جزء تاني وهكذا واجمع المشروع. وقلنا من اهم الخصائص اللي بتميز اوركل عن باقي اللغات هي عملية تخصيص النوافذ وتقسيم المشروع، لان قلنا لو حصل في مشكلة في فورمة معينة اقدر اعرف ان الخطأ في الفورمة دي ومش في باقي المشروع. خلاص انا باقي المشروع خلصته وركنته على جنب، انا عندي مشكلة في الفورمة دي اقدر اشتغل بيها واشغلها. كمان لو اليوزر نفسه عنده مشكلة بعد ما وديت له المشروع بتاعي وسلمت المشروع وحصل فيه مشاكل عنده، فبيقول لي رقم الفورمة اللي فيها مشكلة وانا عندي بصلحها وببعتها له على الميل، او انا بروح احطها عنده وبكده او برميها على السيرفر في حالة استخدام الويب ابليكيشن، وهو خلاص بي 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 بينادي على الفورمة وخلاص المشكلة تنتهي بعد كده. فالفكرة تخصيص النوافذ من اهم ومن اهم خصائص الموجودة في اوراكل، بحيث ان انا كل المشاريع بتاعتي بتبقى متقسمة الاجزاء، واقدر كل ما المشروع اتجزأ واتخصص اقدر بسهولة ان انا اقدر اكتشف الاخطاء الموجودة فيه. كمان اقدر اعمل تجزئة الكود بتاعي الى وحدات برمجية اللي هي البروجرام يونت، وده بيسهل لي اكتشاف الاخطاء ومعالجتها بسهولة. بدل ما بكتب الكود على مجموعة من السطور وبيبقى الكود كبير وداخل في بعض، لا ده انا كمان بقسم الكود بتاعي لوحدات، وجوه التريجر ببدأ انادي على الوحدات دي، وكل ما بيحصل مشكلة اقدر اعرف المشكلة في اي وحدة برمجية اقدر اعالجها، وبالتالي تقسيم الكود كمان جوه الفورمة نفسها بيسهل لي اكتشاف الخطأ ومعالجته. يبقى زي ما اتكلمنا لو انتوا خدتوا بالكم من الجزء مثلا في الابليكيشن بتاعنا، هنلاقي ان احنا هنا لو جينا في مشروع هنلاقي عندنا حاجة اسمها Program Unit شايفينها، وببدأ اكون وحدات برمجية زي كده شايفين، بكونها زي كده وبديها اسم وابدأ انادي عليها جوه الابليكيشن بتاعي. وكده بقى عندي بدل ما كنت كاتب الكود كبير مثلا ممكن يخش مثلا في مئات السطور، لا ده انا بقسمهم لوحدات برمجية، وجوه التريجر بنادي عليها على كل وحدة برمجية من دول. ففي حالة حدوث اي خطأ اقدر بسهولة اوصل للوحدة البرمجية اللي فيها الخطأ ده وعالجها، وبالتالي انا قدرت بسهولة كمان اقدر اكتشف واوصل للخطأ بتاعي. طيب حاول برضو وانت شغال من استخدام وانشاء المكتبات للاكواد كثيرة الاستخدام والمتكررة. لو انت عملت شوية اكواد كويسة والاكواد دي مفيدة ليك وهتستخدمها في اكتر من تطبيقاتك، فبرضو بعد ما تفحصها
وتتأكد منها وان هي شغالة، تحاول تجمعها على شكل مكتبات، بس طبعا تحاول تخلي فيها مرونة بحيث ان انت ممكن تستخدمها في اي كود او اي مشروع بتاعك، وممكن تستخدمها في نفس المشروع في اكتر من مكان، وبالتالي انت ضمنت ان الاكواد دي سليمة وما فيهاش مشاكل، ومش محتاج ان انت تعمل لها مراجعة لان هي تم مراجعتها وفحصها، وبالتالي هتسهل لك كمان اكتشاف الاخطاء وتقليل المشاكل في المشروع. برضو تسمية الكائنات والعناصر داخل فورمة بطريقة موحدة وسهلة الفهم وتشير الى الهدف من هذا العنصر. خلي بالك ان انت تسمية العناصر والكائنات مهم جدا جوه الكائنات وجوه المشروع بتاعك. ليه بقى؟ لان طبعا لو انا عامل الكائنات بتاعتي باسماء غريبة او اسماء معقدة، انا كمان لو حصل ايرور ممكن ما فهمش الكائن اللي قدامي ده تكست ولا بايند فاريبل، ولا انا مش فاهم ده ايه، فاهم؟ فيفضل دايما يبقى اسم الكائن ليه هدف وليه طريقة موحدة. مثلا ممكن نخلي مثلا ان كلمة اول ثلاث حروف دول بيشيروا الى نوع الكائن، وبعد كده اسمه مثلا تكست سيرش، ده مربع نص خاص بالبحث، تكست مثلا اي دي ده خاص برقم الكود، تكست نيم ده بالاسم، وهكذا. وبرضو ليست سيتي ده قائمة باسماء المدن، ليست كانتري قائمة باسماء الدول، ليست فون قائمة باسماء رقم التليفونات، وهكذا. تنسيق كتابة الكود داخل الوحدات البرمجية واستخدام خاصية البروز او الاكواد او السنون زي ما بيسموها كده، ان انا اعمل انكريز وديكريز للايدنت جوه الفورم. فدايما تحاول تنسق الكود بتاعك بحيث ان يبقى فيه نفس الشكل كده، في ايدنت كده اندنت كده، بحيث ان مثلا اف تكست فايند ايكوال از نال زين، وبكتب الكود بعمل مسافه كده معينه بالتاب، بحيث ان انا ابقى فيه تنسيق الكود بتاعي، بحيث وانا براجع الكود اقدر اعرف الجمل دي بتاع ايه، واقدر اتابع الكود بتاعي واقراه بشكل سهل، واقدر برضو بسهولة اوصل للاخطاء بتاعتي. استخدام الملاحظات داخل الكود لتوضيح الهدف من كل جزء، لازم برضو استخدم الملاحظات كل اجزاء معينة في الكود، احط كده ريمارك كده، وابدأ احدد الهدف وايه الكود ده بيعمله، وده طبعا بيسهل لي كتابة ومراجعة وفحص الكود، وكمان امكانية التعديل المستقبلي فيه، بحيث ان انا لو انا عاوز اعدل بعد كده بعد فترة من الزمن، لان مفيش حد هيحفظ الكود بتاعه، وكل فترة ممكن يحصل تعديل، فيقدر يعرف من خلال الملاحظات الهدف من الجزء اللي هو عمله. الفحص النافذة باستمرار وتأكد من تنفيذ الاجزاء السابقة بشكل سليم والانتهاء منها. برضو كل فترة بحاول ان انا بعد ما بخلص الكود اعمل كومبايل واتأكد من ان الاجزاء مظبوطة وان انا تمام، ابدأ اكمل الاجزاء اللي بعد كده وانا مطمئن. حاول دايما تحفظ نسخ جديدة من الفورم بعد مراحل معينة، بعد ما خلص الفورمة ووصل مرحلة ناجحة واتأكدت ان الفورم خلاص كده تمام وما فيش اي مشاكل وانجزت جزء مهم فيها، ابدأ اسيفها واشيلها على جنب، وابدأ اخد كوبي منها واشتغل على الكوبي، ماشي، وهكذا، وابدأ ادي اكواد للفورم لحد ما اخلص منها خالص وانتهي منها، واشيل اخر نسخة اللي هي اللي فيها الشكل النهائي، وهي دي هتبقى الفورمة بتاعتي، بحيث ان انا لو حصل مشاكل في الفورم بعد كده اقدر ارجع للفورمة اللي قبليها، وهكذا، بحيث ان انا ما كنتش خسرت كل الشغل اللي انا عملته. برضو لازم من اهم مشاكل اللي بتلاقي المبرمج وهو مستوى تريجر. برضو مستوى تريجر من الحاجات اللي ممكن تعمل مشاكل كتيرة جدا وممكن تدي نتائج غير سليمة، فلازم برضو تتعود وتعلم نفسك وتقرأ كتير عن التريجرز ومستوياتها داخل المشروع وتحديد المستوى المناسب لكل التريجر. واخيرا ان شاء الله هنتكلم عن انواع الاخطاء اللي عندنا، وهنلاقي ان انواع الاخطاء في اخطاء بتبقى في الديزاين تايم
ايرور، ودي اخطاء خاصه، وزي ما قلنا ممكن نسميها الاخطاء الغبيه، لان هي بتظهر لنا قبل ما بشغل الفورمه، والفورمه مش هتشتغل الا ما اعالج هذه الاخطاء. وفي اخطاء خاصه بالران تايم، ودي مش هتبان الا لما يتم تشغيل الفورمه فعلا، ويبدا في تظهر الفورمه على قدام اليوزر، ويبدا بعد كده يبدا يتعامل مع الكائنات اللي عليها. فممكن مثلا يجي اليوزر بيعمل اوبن لملف معين عشان يتعامل معاه، فالملف ده ما كانش موجود على الاوبريتنج سيستم، او مش موجود على الدرايف اللي انت محدده، فبيديك رسائل او مشكله ان الفايل نوت فاوند، فهيحصل ايرور والكود مش هيتنفذ. برضو لو في حاله ان انت بيحاول يروح لبلوك معين مش موجود، او يروح لايتم معين مش موجود، او يروح يعمل بابيوليت لشجره معينه مش موجوده وهكذا، فبرضو دي مشاكل من المشاكل اللي ممكن تلاقيها في التشغيل، بحيث ان هو مش هيلاقي كائنات معينه او عناصر معينه مش هيلاقيها يقدر يتعامل معاها في الكود، وبالتالي هيعمل لي مشكله في الابلكيشن بتاعي. في السنتكس ايرور برضو، ودي مشاكل خاصه ب ممكن يبقى في مشاكل في الكتابه، بحيث ان انا ايه في جمل كتابه غلط، واليوزر الابلكيشن ما اكتشفهاش الا في الران تايم. زي مثلا باجي كاتب جمل سيلكت غلط، او جمل جوه السترنج مش مظبوطه، فمش هيكتشفها الا بعد التشغيل. وزي ما قلنا ان في اخطاء خاصه هي بالنسبه لاوراكل هي مش اخطاء ماشي، وان الا ان هي بتدينا نتائج مش مظبوطه، وبيسموها الاخطاء الماكره او الخبيثه اللي ما يقدرش يكشفها الكومبايلر، ولكن لازم المبرمج يعمل ايه، يبدا يتبع الكود خطوه بخطوه ويحلله خطوه بخطوه لحد ما ايه يوصل. يعني زي مثلا ايه الديفلوبر مثلا عامل مشروع، والمشروع ده جواه معادلات معينه رياضيه، وجي في اوبريتورز معين او في جزء معين، بدل ما يكتب علامه زائد راح عمل علامه ناقص وهو مش واخد باله، وكمل الكود ومشي على كده وخلاص، وبعد 100 200 300 سطر جه بعد كده يطلع نتيجه مش مظبوطه، مفيش يتشك على الكود مظبوط، مفيش مشاكل الا ان النتيجه النهائيه مش مظبوطه. في الحالة دي الديفلوبر لازم يبدأ يتبع الكود خطوة بخطوة عشان يوصل للخطأ، ويقدر يستعرض النتائج بتاعته من خلال فحص المتغيرات الموجودة على الفورم. ان شاء الله الدرس القادم هيبقى درس لذيذ، ودرس هيبقى عملي شوية عن الدرس بتاع النهاردة، وهو ازاي نقدر نستخدم الديباجر، وازاي نتبع الكود خطوه بخطوه، وازاي نقدر نوصل للاخطاء بتاعتنا بسهوله، وازاي نقدر نكتشف ونعالج الاخطاء. وارجو من الجميع ان شاء الله يكون استفاد النهارده بالدرس بتاعنا، وارجو ان شاء الله يكون الجميع استفاد، وان شاء الله نتابع الدرس مع بعض، وهنكمل ان شاء الله الجزء الجاي مع الديباجر، وهنتعلم ازاي نستخدم الديباجر، وازاي نقدر نتعامل مع الكود وتتبع الكود خطوه بخطوه. ونلتقي ان شاء الله في الدرس القادم، وارجو ان شاء الله ان يكون الجميع قد استفاد من هذا الدرس ومن الدروس السابقه. والله الموفق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.